أعزائي المشاهدين، لأني بني آدم في الشر طماع وفي المكر مفيش مني اتنين، فقلت زيادة الخير خيرين. السنة دي مش مقلب واحد، دول مقلبين. ضيفنا هيجي مرة يصور برنامج اسمه دينر ان ذا سكاي، وفي المرة التانية هيتعزم كضيف شرف في افتتاح مطعم تركي. وعشان نضمن ان الضحية ما تشكش في حاجة، قررنا ان كل ده يتم في الرياض وتحديدا في البوليفارد، لان زي ما انتم عارفين البوليفارد كل يوم بيزوروا فنانين، وفي الحالتين العميلة بتاعتنا هتكون كارلا حداد، مذيعة مقنعة ومشهورة، ده غير انها أمورة. وفي النهاية الضيف هو ونصيبه، مقلبه حيناديه ويجيبه، ورمضان كريم ومقلبين في الصميم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم ابطال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. فيديو النهارده يكون حلقة جديدة من حلقات برنامج رامز نيفر اند، وطبعا زي ما احنا متعودين كل يوم بننزل حلقة جديدة من برنامج رامز نيفر اند، وبنقول احداث الحلقة ونقول الضيف اللي هيجي في حلقة النهارده. ففيديو النهارده هنعرف تفاصيل واحداث الحلقة 23 في برنامج رامز نيفر اند، وهنعرف مين الضيف اللي هيجي في حلقة النهارده والمقلب اللي هيتعمل في الضيف، وهنعرف شوية تفاصيل كده عن برنامج. فلو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك جميل وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات الجديده اول باول. واهم حاجه طبعا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فمن غير كلام كتير يلا بينا نخش في حلقه النهارده، وما تنساش اللايك الجميل وتتابع الفيديوهات اللي فاتت، ويلا بينا. ورجعنا لكم في حلقة النهاردة، الحلقة 23 في برنامج رامز نيفر اند. حلقة النهاردة هنعرف احداث وهنعرف الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة، فتابع معايا الفيديو للآخر. وحلقة النهاردة هتكون حلقة جميلة جدا وهتعجب ناس كتير اوي، كلها ضحك طبعا زي ما احنا متعودين في كل برامج رامز نيفر اند. وضيف حلقة النهاردة هيكون ضيف مميز اوي كلكم بتحبوه، والحلقة هتكون مليانة بالضحك. واسم ضيف حلقة النهاردة هتلاقيني سايب لك اسمه في وصف الفيديو، في اول كومنت او في عنوان الفيديو، وسايب لك كل حاجة عن ضيف حلقة النهاردة. والمقلب اللي هتعمل في ضيف حلقة النهاردة هيكون مقلب الغسالة، وزي ما احنا متعودين طبعا رامز بيجيب الضيف وكأنه جاي يعمل افتتاح لمطعم تركي، ويبدأ الضيف طبعا ان هو ايه يعمل اي ردة فعل وكده، ويلبسه طرطاية في وشه وياخده في حاجة اسمها الغسالة كده، ويفضلوا يلفوا شوية حلوين، وبعد كده يطلعوا الضيف يعمل ردة فعل. نفس المقلب اللي بيتعمل في جميع الفنانين اللي بيجوا في الحلقات اللي فاتت هيتعمل نفس المقلب في ضيف حلقة النهاردة، بس اختلاف طبعا ردة فعل الضيف. وضيف حلقة النهاردة هيكون ضيف كلكم بتحبوه، مستنين حلقته تنزل بفارغ الصبر، وهتلاقيني سايب لك اسم الضيف في عنوان الفيديو في وصف الفيديو في اول كومنت. وبس كده يكون عرفنا احداث حلقه النهارده، وعرفنا الضيف مين اللي هيجي، وعرفنا المقلب اللي هتعمل في ضيف حلقه النهارده. ولو ما شفتش حلقات برنامج رامز نيفر اند من بدايه الحلقه الاولى لحد الحلقه 22 حلقه امبارح، تعالى اعرفك كل الضيوف اللي جم في الحلقات اللي فاتت. طبعا انا في كل الحلقات اللي فاتت بعرفك مين الضيوف اللي بيجوا في الحلقات اللي قبل كده، عشان في ناس جديده بتشوف الفيديوهات فبعرف الفيديوهات اول باول. وبس كده يلا بينا نخش. والضيف اللي كان في الحلقه الاولى في برنامج رامز نيفر اند محمد رمضان، وفي الحلقه الثانيه كان معانا احمد السقا، والحلقه الثالثه ياسمين عز، وفي الحلقه الرابعه كان معانا محمد فؤاد، والحلقه الخامسه محمود كهربا لاعب نادي الاهلي، والحلقه السادسه محمد فراج وبسنت شوقي، والحلقه السابعه ايمان العاصي، والحلقه الثامنه نسرين امين، والحلقه التاسعه امام عاشور، والحلقه رقم 10 مصطفى كامل، والحلقة رقم 11 أمينة شلباية، والحلقة 12 نهال عنبر وابنها حسام الحسيني، والحلقة 13 أحمد عبد القادر، والحلقة 14 هنادي، والحلقة 15 أمير عيد، والحلقة 16 وفاء عامر، والحلقة 17 رضا عبد العال، والحلقة 18 ميلا الزهراني، والحلقة 19 محمود حافظ، والحلقة 20 رنا الرئيس، والحلقة 21 أحمد فتوح، والحلقة 22 حلقة امبارح غادة إبراهيم. وبس كده أبطال هيكون عرفنا تفاصيل حلقة النهاردة في برنامج رامز نيفر إند، وحلقة النهاردة هتكون الحلقة 23، وعرفتك أحداث الحلقة واسم الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة، هتلاقيني سايبولك في عنوان الكومنت وفي عنوان الفيديو في وصف الفيديو، وعرفتك المقلب اللي هتعمل في الضيف حلقة النهاردة، وتفاصيل عن المقلب وحلقة النهاردة هتكون عاملة إزاي. فلو أنت وصلت لحد هنا تبقى أنت صديقي الصدوق، واتمنى الفيديو يكون عجبك واستفدت منه، واتمنى الفيديو يكون عجبكم كلكم، واستمع
اتمنى تكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت في برنامج رامز نيفر اند ارجع وشوفها، هتلاقيني بنزلك كل تفاصيل البرنامج اول باول قبل ما تنزل على التلفزيون، وبعرفك كل احداث البرنامج وكل احداث الحلقه اول باول. فلو انت وصلت لحد هنا تبقى انت صديقي الصدوق. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، وما تنساش تذكر الله، اهم حاجه طبعا اذكروا الله وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا. وما تنساش لايك جميل زي كده للفيديو عشان عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك، وتشترك في القناه عشان في طريقنا ل 10000 مشترك ابطال عايزين نوصل لهم في اسرع وقت ان شاء الله. واهم حاجه تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده، يعني اول ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار ان نزلت فيديو جديد، تخش تتفرج على الفيديو وتروق الكلام، وتكتب لي رايك تحت في الكومنتات ايه رايك في حلقه النهارده، وتشوف حلقات اللي فاتت، ولو ما شفتش ضحايا برنامج رامز ديفر اند من بدايه الحلقه الاولى هتلاقيني منزل لك فيديو منزل لك كل الضحايا اللي هتيجي في برنامج رامز جلال. وبس كده ابطال، دي كومنتات على اخر فيديو، ولو عايز كومنت بتاعك يظهر في الفيديو الجاي اكتب لي تحت كومنت يشجع الناس تستمر في الفيديوهات التانية اكتر واكتر. وبس كده تكون نهاية فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. أحبهم فقد قررت أقبل النقد، بس لأن ما حصل لهم.